قد يؤذي احتساء مشروبك المفضل أسنانك، كما أن تناول المشروبات اليومية سيء لصحة الأسنان، فشرب الصودا هو في الأساس حمام من الأحماض السكرية للأسنان، وفقاً للدكتور دونتي ديفوتي الذي يعمل في كلية طب الأسنان بجامعة كولومبيا، والذي أكد في دراسة حديثة نشرها على موقع الجامعة أن شرب كوب واحد من القهوة أو الشاي أو العصير أو أي مشروب آخر في جلسة واحدة أفضل للأسنان من احتساء فنجان واحد طوال اليوم. فتحييد مستويات الحموضة في الفم للوصول إلى النطاق الوقائي قد يستغرق ساعة على الأقل، وذلك ما رده إلى أن اللعاب يحيد الحموضة ببطء، وعندما تشرب المشروب نفسه بانتظام فإن اللعاب لا يملك الوقت لرفع درجة الحموضة للحد الآمن. كما أن السكر لا يخفض مستوى الحموضة فحسب، بل إنه يعد مصدر غذاء للبكتيريا الضارة التي تخلق دورة تدمير للأسنان، حيث تستهلك البكتيريا السكريات وتحولها إلى حمض، مما يقلل من مستويات الحموضة بشكل أكبر. هذا وتتعدى عادة الحفاظ على صحة الفم الجيدة التنظيف بالفرشاة والخيط إلى التعرف على كيف يمكن لعادات الأكل والشرب مثل تناول الوجبات الخفيفة أو احتساء المشروبات على مدار اليوم أن يكون له التأثير نفسه على صحة أسناننا. ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال يعاني نحو 50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً من بعض تآكل الأسنان، بينما تظهر على 46% من الشباب في الولايات المتحدة علامات تآكل الأسنان بشكل واضح. نتابع مشاهدينا أكثر عن هذا الموضوع، معنا اختصاصي طب الأسنان التجميلي الدكتور سائد عبيدات. صباح الخير دكتور. صباح وأهلا الله. وسهلا بك معنا. يعني كما تابعنا بهذا التقرير تحدثنا عن أرقام ودراسة ببريطانيا محليا، وخلال متابعتك للمرضى دكتور كيف بتشوف الوضع عندنا بالأردن بالنسبة لسلامة وصحة الأسنان؟ صباح الخير إليك. اهلا وسهلا فيك. للمشاهدين كل عام وانتم بالف خير. كل عام وانتم بالف خير. هلا بالبدايه هاي الارقام صحيحه موجوده بمجتمعنا وبكل المجتمعات بشكل عام، نظرا لعدم الاهتمام نوعا ما بالعنايه او بالثقافه السنيه الموجوده. نعم. هلا اهم شيء بهمنا بنوع الغذاء او نوع المواد اللي احنا بنتناولها اللي هي السكر والاحماض. هلا السكر بيشتغل على وظيفه انه البكتيريا الضاره الموجوده داخل الفم بتاخذ هذا السكر بتحوله لحمض، هذا الحمض بيعمل على تآكل الأسنان. المشروبات اللي فيها أحماض جاهزة بتيجينا أحماض جاهزة، وبالتالي بتعمل على تآكل وتهدم هاي الأسنان، وبالتالي البكتيريا الموجودة داخل الفم بتستخدم كل هاي المواد بتآكل الأسنان وبتساعد على وجود تسوسات سنية موجودة معنا. نعم، أنواع المشروبات اللي بتوصلنا لتآكل أو تلف الأسنان دكتور. المشروبات الغازية بشكل عام، المشروبات الغازية بشكل عام لها سيئتين. السيئة الأولى أنها بتحتوي على كمية سكر كبيرة، أقل يعني نوعا ما ممكن تكون من 8 ل 10 ملاعق سكر موجودة. نعم. الشغلة الثانية اللي بنركز عليها بالمشروبات الغازية أنه هي حامضية. شو يعني حامضية؟ هلا الوسط الفموي بشكل عام في له درجة حموضة معتدلة تقريبا 7 درجة. تمام. من 1 ل 14 هو معتدل تقريبا 7 درجات. هلا المشروبات الغازيه درجه حموضتها شويه عاليه، يعني البي اتش تاعها منخفض، ممكن تكون 2.5 ل 3.5. لما احنا نتناول المشروبات الغازيه شو بصير معنا؟ البي اتش بتنزل، يعني درجه حموضه الوسط الفموي بتنزل من سبعه تقريبا 2.5 ل 3. لما تنزل احنا هيئنا او اوجدنا وسط مثالي للبكتيريا الضارة مشان تشتغل شغلها وتأذي الأسنان بهذا الوسط. تأذي الأسنان كيف دكتور؟ تسوسات مثلاً، مشاكل باللثة، تسوسات بالأسنان، تآكل بالأسنان. هلا أول طبقة عندنا بتهمنا بالسن هي طبقة الميناء. نعم. طبقة الميناء ميزاتها إنها بتعطينا لون السن اللي هو اللون الأبيض. الشغلة الثانية اللي بتميزها إنه هاي الطبقة عبارة عن طبقة كتيمة، يعني بتعملنا زي كوتينج للسن. إنه نعم. شربنا شغله بارده، شربنا شغله ساخنه، ما بتاثر على السن او على عصب السن. هلا هاي الاحماض او هاي السكريات الموجوده البكتيريا بتستخدمها وتستغلها، بتعمل بتاكل طبقه الميناء. الشغله الثانيه درجه البي اتش، لما ينزل عندنا البي اتش بتزيد حموضه الفم، بصير في عندنا نوعا ما بالاسنان شيء بنسميه سوء تمعدن، يعني المعادن الموجوده داخل بنيه السن واهمها الكالسيوم بتتخلل فيها سوء تمعدن 100%. لما يصير عندنا سوء تمعدن بنفقد عنصر الكالسيوم، عنصر الكالسيوم نعم. بخلي السن يصير يتكسر بهدوء، يصير رقيق. صحيح، بريتل هش بنسميه احنا. طب صحيح. دكتور هذا بالنسبه للمشروبات الغازيه، ايش كمان في مشاريب اخرى؟ هل مثلا الكافيين، كونه احنا شعب
يعني بيحتسي صحيح الكثير من الكافيين سواء القهوة أو الشاي، هل لها نفس المضار ونفس السلبية على صحة الأسنان؟ صحيح، هلأ الشاي والقهوة تقريبا هي من أكثر الأشياء اللي احنا بنتناولها بمجتمعنا. هلأ الشاي والقهوة في بعض الأشخاص بيقول لك أنا بشربهم بدون سكر، وبالتالي هو يعني هو أنه ما تأثر علي. صحيح، هو لا على العكس تماما. هلأ الشاي والقهوة هي أشياء مليئة بالأحماض، والأحماض زي ما حكينا بتأثر بالطريقة هاي، لذلك دائما إحنا بنحاول نركز على الاعتدال بتناول المشروبات هاي سواء شاي أو قهوة اللي بتحتوي على الكافيين، بالإضافة إلى أنه نحاول نوعا ما نتناولها على فترات طويلة. طب هلا شربناهم تمام، يعني ما بنقدرش ما نشرب قهوه، ما بنقدرش ما نشرب شاي، شو الحل السريع اللي بنقدر من خلاله نحافظ على اسناننا؟ هل من المفترض انه بعد تناول هاي المشروبات المعينه سواء اللي فيها نسبه سكر عاليه او فيها كافيين عالي انه مثلا نفرشي اسناننا، ننظف اسناننا، يكون في نوع مضمضه معين تنصح صحيح فيه؟ هلا بعد احنا ما نتناول المشروبات زي ما حكينا، اول شيء الاعتدال، دائما نحاول نشرب كمية معتدلة مرة أو مرتين ماكسيموم، ممكن نشرب فنجان قهوة واحدة باليوم أو فنجانين. هلا بعد الاعتدال احنا أكيد ما رح نستغني عن الموضوع، شربنا قهوة يفضل دائما نشرب كاسة مي صغيرة بعديها، مي فقط مش ضروري مضمضة أو لا 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 مش بحاجة، المي هي مي اللي هي البي اتش تاعتها ممتازة، وبالتالي بنرجع بنعدل حموضة الوسط الفموي، وبالتالي بنرجع ل لا زي ما كنا بالشكل ممكن الطبيعي. ممكن مضمضة فقط بالماء، ممكن مضمضة فقط بالماء لسببين. السبب الأول إنه الماء بيشيل هاي البقايا الموجودة على الأسنان، السبب الثاني إنه الماء البي اتش تاعته 7 وبالتالي بيرجعنا الوسط الفموي بشكل ممتاز. نعم. طب دكتور سؤال أخير، عشان نحافظ على سلامة أسناننا، كم مرة من المفترض إنه الإنسان يفرش أسنانه خاصة مع كل المأكولات والسكريات؟ صحيح. ويعني كل شيء بيدخل على الفم يوميا. صحيح. هلا يفضل بشكل عام 3 مرات خلال اليوم. هلا أول ما نصحى من النوم. قبل الأكل بعد الأكل؟ لا يفضل بعد الأكل. بعد الأكل. بعد الأكل مشان نشيل بقايا الأكل، بعد الأكل صباحا، بعد الغداء، وقبل أنام. وشغلة يعني بالمينيموم إحنا لازم على الأقل مرتين خلال اليوم. وخصوصا قبل النوم. نعم، خصوصا قبل النوم، لانه قبل النوم احنا بنترك كل هاي المكونات موجوده على اسناننا، وبالتالي البكتيريا بتضل 6 إلى 8 ساعات وهي موجوده هي مظبوط مبسوطه. ايوه مبسوطه وبتعمل عتاقها كل الاسنان. شكرا جزيلا لك دكتور. اذا كان معنا اختصاصي طب الاسنان التجميلي الدكتور سائد عبيدات، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. شكرا.